انطلاقه والمسار لشوط الوداع. وكما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية التي خصصت لهجني أصحاب السمو الشيوخ سوف تكون بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. نتمنى التوفيق للجميع. نذهب مع هذا الانطلاق والمسار لهذا الشوط، نرى من سعيد الحظ، نرى من بيختم هذه الفترة الصباحية التي خصصت لهذا السن ألا وهو سن الثنايا. شوطنا الثالث عشر لا يقل الأهمية عن بقية الأشواط. نرى لفي مقدمة الشوط وفي المركز الأول من تسيطر مع المقدمة والبداية وبرة تعود الملكية لسعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي من يقدم لنا وبرة مع مقدمة الشوط وعلى الصدارة والمركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني من تتقدم مشاهدين الكرام وبرة بالقيادة والصدارة وبالانفراد بالمقدمة. انتقل إلى المركز الثاني، أرى في ثاني المراكز دوشة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي من يقدم لنا دوشة وتحتل المركز الثاني. نقلة مباشرة إلى ثالث المراكز، أرى اللي وصول من الشايبة تعود الملكية لغانم بن محمد بن زايد آل مطوع الخيارين وبقيادة محمد بن ناصر بن شافي القحطاني من يتابع هذا الانطلاق والمسار في هذه المسيرة. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع، الوصول من مودة محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري من يقدم مودة وودها للناموس والانتصار مع شوط الختام من تحتل المركز الرابع. خامس المراكز وصلت منصورة باحثة عن الانتصار مع شوط الختام، سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي من يقدم هذا الشعار ويقدم لنا منصورة وهي محتلة المركز الخامس. المركز السادس وصلت وديان محمد بن سيف بن ماجد المزروعي من يقدم وديان وتحتل المركز السادس. سابع المراكز مشاهدين الكرام، الفائزة أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي من يقدم الفائزة وتأتي الفائزة مع المركز السابع. ثامن المراكز سمحة، وسمح الله دروبك المحرمي محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي من يقدم لنا سمحة ومعلنه الحضور مع المركز الثامن. تاسعي المراكز، المدينة مبارك بن خلف بو حميد المزروعي يقدم لنا المدينة مع المركز التاسع. هكذا مشاهدينا الكرام النداء للمراكز المتقدمة الوصول والقدوم في هذه اللحظات من تتقدم مشاهدينا الكرام مع المركز العاشر لكي ناتي بالمراكز العشر المتقدمة. تقدمت جلمودة جابر بن حمد بن علي العذبة المري. هكذا النداء مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة العشر الأوائل. أذعنا كاملا مكمل، نعود حيث البداية حيث الانفراد بمقدمة الشوط من تنفرد بصدارة المقدمة وبالمركز الأول. وبرة وبرة مسيطرة على المركز الأول بأكمله منذ الانطلاق وهي مسيطرة مع البداية. تعود الملكية مشاهدينا الكرام لسعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي مع مقدمة الشوط متصدر الجميع بهذا الأداء الممتاز مع القيادة والريادة والصدارة. المركز الثاني هنا دوشة تعود الملكية لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي من يقدم لنا دوشة وهي محتلة المركز الثاني في طريقها للصدارة لكي تلاحق بوبرة. الوصول والقدوم من الشايبة غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين من يقدم هذا الشعار ويقدم الشايبة وهي في ريعان شبابها. هنا تنطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت مودة تعود الملكية لمحمد بن علي بن عبد الهادي الغفران المري من يقدم لنا مودة مع المركز الرابع. المركز الخامس الفائزة أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي
يقدم لنا الفائز باحث عن الفوز. هو الانطلاق مشاهدين الكرام، هي من تحتل المركز الخامس المركز السادس وصلت سمحة محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، من يقدم لنا سمحة وتأتي مع المركز السادس مباشرة. المركز السابع القدوم من منصورة سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي، من يقدم منصورة مشاهدين الكرام وتأتي مباشرة مع المركز السابع. المركز الثامن وصلت وديان محمد بن سيف بن ماجد المزروعي، من يقدم لنا وديان. تاسعي المراكز هنا من تاتي المدينة مبارك بن خلف بو حميد المزروعي، القدوم والوصول مع المركز العاشر جلمودة جابر بن حمد بن علي العذب المري. هكذا النداء للمراكز العشر المتقدمة ذعناه كاملا مكمل. نعود حيث الصدارة ومقدمة الشوط، وأيضا هناك وبرة مشاهدين الكرام من تغادر مع جسر العبور مع مقدمة الشوط. شوط الختام طعمه غير، شوط الوداع طعمه غير. من بيخدم لهذه الفترة الصباحية؟ وبرة سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي. أهالي القوع قادمين بكل قوة، أهالي المصانع الجنوبية هناك من يمثلون هذه الانطلاق مع المقدمة. دوشة مع المركز الثاني، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يقدم لنا دوشة. المركز الثالث الشايبة تعود الملكية لغانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، من يقدم الشايبة. نصل إلى جسر العبور، الوصول والقدوم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. وصلت وانطلقت مودة محمد بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري، قدمت الفائز أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي. هنا الوصول من سمحة محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، من يقدم لنا سمحة. تتقدم منصورة سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي، من يقدم لنا منصورة. الوصول من المدينة مبارك بن خلف بو حميد المزروعي، يقدم لنا المدينة القادمة والواصلة وديان محمد بن سيف بن ماجد المزروعي. هكذا النداء للمراكز المتقدمة. نعود حيث البداية، الصدارة هناك، الانفراد والانعزال بمقدمة الشوط ما قربها لنا إلا المخرج. ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء، على هذا الإبداع يا الدرعي، من يقدم لنا هذا الانطلاق. وبرة سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي منذ انطلاقة الشوط، ومسافتنا هي الثمانية المعتاد لهذا السن هنا في هذا الميدان. المركز الثاني اللي هي مشاهدين الكرام دوشة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، من يقدم لنا دوشة. المركز الثالث الفائز أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، تحركت سمحة تعود الملكية لمحمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي. وصلت الشايبة، انطلقت منصورة، الأسامي بدأت تتقدم. هنا المدينة، وصل المزروعي مبارك بن خلف وحميد المزروعي قادم مع المدينة. ما تبقى إلا 2 كيلو متر، يا سلام اللي بينطلق اللي بيروح هناك. وبر على الصدارة على مقدمة الشوط، يا سلام، منفرد بكل أريحية بكل انطلاق مبدع في هذا الصباح مع شوط الختام. الواصلة سمحة تعود الملكية لمحمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي. القدوم هنا من الفائز أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، وصل بن ضعيف منصور سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي، ومود محمد بن علي بن عبد الهادي الغفران المري. نعود إلى المنعطف الأخير، وهناك وبرة. سلام يا القوع، سلام يا الدرعي، سلام. من يقدم؟ وبرة سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي مع مقدمة الشوط. مغادرة الجميع منطلقة بحفظ من الله ورعايته، متوجهة لأن تهدي الناموس لمالك سعيد بن غدير بن سعيد الدرعي. وهالي القوع ينتظرون التهاني والسلامات، يا سلام. تحرك الدوشة مع المركز الثاني، تعود الملكية سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، يا سلام. بن غادر مع وبره
ومع الكيلومتر الأخير غادرت وبرة، انطلقت وبرة لناموس هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الله، مسافتنا هي 8 كيلومتر، منفردة بكل الانفراد. سلام الدرعي سلام، سلام القوع سلام، سلام وبرة سلام. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام، وبرة من تغادر بناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات. المركز الثاني دوشة تعود الملكية لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. يا سلام، نعود معك يا وبرة، نرافقك يا وبرة، ننطلق معك يا وبرة. مشكور يا الدرعي، مشكور يا الدرعي، ما شاء الله وتبارك الله على هذا الإبداع والفوز والانتصار بالانفراد. مشاهدينا الكرام غادرت الجميع. الثانية مشاهدينا الكرام من هذه اللحظات نهديها لهالي القوع، لهالي مديسيس، لك يا الدرعي من 300 متر الأخيرة، وبالفعل من أبعد. هنيناك مشاهدينا الكرام على هذا الإبداع والفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك وبرة سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي. تهانينا والناموس بدون أي تعليمات، هي منفردة في المقدمة ومع المركز الأول. مشكور، مشكور يا أبو غدير على هذا الفوز والإبداع والانتصار، لحظة وصولها بدون أي منافس على الإطلاق المباشر وبدون أي تعليمات. تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام من وصلت في ثاني المراكز دوشة تعود الملكية لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. المركز الثالث أتت في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام المدينة مبارك بن خلف أبو حميد المزروعي. المركز الرابع منصورة سالم بن ضعيف بن غدية الكتبي. خامس المراكز الشايبة غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. هكذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان، نصل لختام هذا اليوم ونصل إلى الملخص من المخرج العزيز أسامة الهواري. مني وفينا بالتوقيت الزمنية وبملخص كل شوط. تهانينا والناموس لمالك وبرة سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي. شكرا للمخرج. مشاهدينا الكرام، عشر دقيقة 49 ثانية أربعا من الأجزاء مشاهدينا الكرام، وهي من تسجل التوقيت الأفضل للمخرج. تهانينا والناموس لمالك سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي. المركز الثاني من أتت في ثاني المراكز دوشة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وفي انتظار توقيتها الزمني 13 دقيقة ثانيتين أربعا من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. المركز الثالث من احتلت المدينة 13 دقيقة بتوقيت زمني وقدره 6 ثواني 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك مبارك بن خلف بو حميد المزروعي من قدم لنا المدينة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع الأشواط. والكلمة